من وجهة نظري واحدة من أكبر الإيجابيات في نيجيريا هي من وجهة نظري من أكثر الحاجات الإيجابية في نيجيريا هي أنه فرصة أنك تكون ثري أكثر، لأنه شو اسمه الأصول هنا رخيصة بزيادة. يعني أصلاً في السعودية مستحيل تشتري أرض مثلاً بألفين أو 3000 ريال، مستحيل. والحلو في الموضوع أنه أوكي أنت الحين شريت الأرض، ممكن بعد سنة سنتين سعره رايح راح يتدبل 3 أو 4 مرات إذا اخترت مكان المناسب. برضو في حاجات بس يبغى لها راس مال كثير، يعني مثلاً تشتري شاحنة كبيرة كلها فحم، تروح غابة، تروح عند الموردين تشتري شحنة كاملة 2 مليون أو شو اسمه 3 مليون وتجيبها هنا وزي كذا وتبيع، وحرفيا بتكسب على التريلا الواحدة ممكن تكسب 5 أو 9 آلاف ريال زي كذا. فرص إنك تكون غني هنا في فرص، بس شو اسمه لازم يعني كيف قبل ما تخش في الشيء هذا لازم تتأكد، لازم تدرس الموضوع، ولازم في مخاطرة صراحة، لازم تخاطر شوي. طيب.